المهرجان هذا معمول زاد ابار روعه المكان وابار حبنا للموسيقى وغرامنا بالموسيقى، راهو معمول باش نحقوا مع بعضنا ثلاثه حاجات. الحاجه الاولى انه مائده يوغرتا لحد الان الملف نتاعها في التسجيل على قائمه اليونسكو مازال ما صار فيه حتى شيء، وهنا الفستيفال نتاعنا وبالفنانين نتاعنا وبالمنظمين والزايرين واهلنا في قلعه سنان باش ندزوا الملف هذا، باش نحاولوا نعملوا ان ابيل باش ندزوا الملف هذا. اثنين قلعه سنان فما ملف اودعته لدى وزاره السياحه انا باش تولي مدينه سياحيه، وراهي بتعرفش معناتها مدينه سياحيه معناتها راهي باش تاخذ منحه ماليه باش تعاونها على الاقل على موجبات ومعناتها مصاريف الصيانه نتاع الطرق والبنيه التحتيه تهز المائده يوغرت، وهذه مساله مهمه ياسر. والحاجه الثالثه وانه باش نشجعوا الشباب نتاع قلعه سنان اللي عنده مشاريع في السياحه انه باش يحلوا مشاريعهم، كان فما ركود اقتصادي وسياحي في المنطقه حاولنا من خلال المهرجان هذا نعطيهم امل ونقولوا لهم راهو سي بوسيبل باش تحلوا، ويلزمكم تحلوا، كي تحلوا انتم المشاريع السياحيه تاعكم رايتهم انا باش نعمل اليوم مهرجان غدوه لاخر بعد غدوه لاخر ياسي تسويت. دونك فوالا ثلاثه اهداف هذوما يتمشاو مع الفلسفه اللي تعمل عليها اللي تعمل من اجلها المهرجان هذا.